هنشوف الأول إيه اللي اتكتب عن السنوار من الأحداث الأمريكية، وبعد كده نشوف أول تعليق من هيفاء وهبي على وقف عملها في مصر، وأيضا هنشوف أسرار غريبة أعتقد لأول مرة تعرفوها. الحلقة دي ممتعة ومفيدة، أعتقد هتعجبكم. نبتدي بالأحداث الأمريكية. فجرت مفاجأة. الNBC قالت رئيس حركة حماس الجديد يحيى السنوار يطلب إذن مغادرة عبر مطار تل أبيب، ويتعهد أن يكون سياسي مستقل مقيم بالخارج. طبعا خبر احنا ما نعرفش اذا كان صح ولا غلط. في ناصر قال سرواني علق على الموضوع ده، هوت كرر الخبر وقال رئيس حركة حماس الجديد يحيى السنوار يطلب اذن مغادرة عبر مطار تل ابيب ويتعهد بان يكون سياسي مستقل مقيم بالخارج. طب والاربعين الف اللي قتلوا بسببك وبسبب افكارك وخططك ومشاريعك الفاشلة مع ايران، والثمانين ألف جريح ومعاق بسببك وبسبب أفكارك وخططك ومشاريعك الفاشلة مع إيران، طب والثمانين بالمية من غزة المدمر بسببك وبسبب أفكارك وخططك ومشاريعك الفاشلة مع إيران. دينا عماد نشرت الصورة ديت، فاكرين الناس دولت، وكتبت عليها من فترة قريبة انتشر فيديو فرح لعروسة طول الفرح عمالة تغني لعرسها وتمثل الأغاني وتعيط من فرط المشاعر بطريقة تبدو أوفر. الحكاية زي ما هي حكت إن ده ما كانش فرحه، ده كان عيد جوازهم الأول، وإن طول السنة اللي فاتت كانوا بيختلفوا وبيضربها كتير لدرجة إنها لما بتدخل أوضة تانية بيكسر عليها باب الأوضة ويكمل ضربه، وانها ما كانتش بتتكلم لانها عارفة انه عصبي وبتحبه فبتتحمله. المهم ان هي حملت من تاني شهر جواز، وفي التاسع حصل بينهم خناقة وعلقة جامدة وسابها ومشي. ساعتها قالت لأهلها، واهلها واهله بقى بينهم كلام عن الطلاق، وكان معاد الدكتور بتاعها، فراحت للدكتور قال لها ان خلاص الزيارة الجاية بعد اسبوع، يقول لها هتولد امتى وفين وطبيعي ولا قيصري، وكتب لها اماكن المستشفيات واسعار الولادة في الحالتين. اهلها قالوا له على فلوس الولادة، قالوا لجوزها يعني، فقال مش هدفع اكتر من 2000 جنيه وانا ماليش دعوة. هي طلعت في فيديو عايزة تستلف من حد فلوس الولادة، أم هو طلع في فيديو قال إن أهلها عايزين يولدوها في مستشفى غالية ب15,000 جنيه. قامت هي ردت في فيديو تاني بورق الدكتور والأسعار والاختيارات اللي كتبها الدكتور بنفسه. أصحابهم اتدخلوا جابوه يصالحها، هي اتصالحت طبعا على طول ومسحوا كل الفيديوهات. بعد أسبوع في زيارة الدكتور اللي هيحدد الولادة اكتشف ان الجنين مات في بطنها ولازم تولد تاني يوم، وولد الطفل ميت. رجعوا بيتهم وعاشوا مع بعض، وعلى كلامها هو حاول يتغير بس ضربها مرة واحدة بس في شهر. المهم قالوا يعملوا عيد الجواز كأنه فرح، هي كانت فرحانة وبتحبه جدا وعايزة تقوله انها مسامحاه من خلال كلمات الاغاني ومشاعرها اللي في الفيديوهات. بعد الفرح الناس علقت على افورتها، وفي ناس نزلوا فيديوهاتهم وقت الخناقة لما كان ضربها ومش عايز يدفع فلوس الولادة. قام اتخانق معاها قال لها انت السبب في كل اللي حصل يا راجل. المهم هي في آخر اللقاء في برنامج هي وصبايا وجهت ليه رسالة إنها بتحبه وإنها أسفة وما كانتش تقصد أي حاجة وحشة. بعد كده نزلت دينا عماد الصورة التانية ديت وكتبت عليها
فاكرين البوست اللي نزلته من كام يوم عن العروسة اللي بتعيط في فرحها وحكت حكايتها مع جوزها؟ القصة المرة دي جاية من طرف تالت محدش جاب سيرته، مين بقى؟ الزوجة الأولى للعريس. دي وصال ظهرت في برنامج تفاصيل وحكت حكايتها من الأول، إنها تعرفت على العريس ده من 9 سنين، كان عندها 14 سنة وهو 17 سنة، حبوا بعض وارتبطوا وبعدين اتقدم لها واتخطبوا، قعدوا مخطوبين 2 سنين وبعد كده فسخت الخطوبة. هي علاقتها حلوة بمامته وأخته صاحبتها من زمان، فالعلاقة بينها وبين أهله ما تقطعتش رغم فسخ الخطوبة. بعد 6 سنين كان كتب كتابها بعد شهر، ظهر العريس ده تاني في حياتها وقال لها انه عايز يتجوزها، وهي عشان كانت بتحبه رجعت له. المهم اتجوزوا في شقة في بيت اهله، كان فاضل لها اخر سنة في كلية الحقوق وهو خرج من الاعدادية ومكملش، وكانت هي بتشتغل كوافيرة خلاها ما تكملش الكلية ولا تكمل في الشغل، لان من وجهة نظره هي لا محتاجة ده ولا ده، وهي سمعت كلامه. تاني يوم جواز اخته تعبت وراحت المستشفى، فهي عشان صاحبتها من زمان صممت تروح تبات معاها. لما رجعت شافت على تليفونه انه كان عند واحدة ومتفقين مع بعض في الشات، واجهته وسألته قال لها زي ما انت شايفة، نزلت زعلانة ما كانتش قادرة تروح لأهلها تاني يوم جواز وتقول انها اتخانت. اتصل بيها يقول لها انا ما خنتكيش وما حصلش حاجة. المهم رجعت له تاني لمجرد انها ما ينفعش تمشي من تاني يوم جواز. عاشوا مع بعض 4 شهور كلها كانت ضرب، ولما المذيعة سألتها يعني مراته صادقة انه كان بيضربها ومكسر باب الأوضة عليها؟ صادقة، ده مكسر عليا الرينج لايت في البيت والضرب على كل حاجة وممنوع اتكلم، وفي يوم جرجرها من شعرها بهدوم البيت الفجر عشان يرميها برا عشان بتقوله انت كنت عند فلانة الفلانية، وانها كانت بتعرف كل حاجة لانها حاطة برنامج تجسس بتعرف منه بيروح فين وبتقرأ كل شات عنده. وقتها باباه راح لأهلها يقولهم ازاي العروسة تتجسس عليه وتراقبه، كل ده كانت مستحملاه وسكتة. وفي يوم خرجت زعلانة وراحت لمامتها، وكانت أول مرة تخرج من البيت لأنه مهما حصل ما كانتش بتحكي. لما وصلت بيت أهلها كلمها وقال لها أنه قرر يطلقها، هي اتصدمت، اللي هو معقول هتطلقني؟ بين قوسين كده دينا عماد كتبت تعليقي مش قادرة مكتبوش، هو أنت كنت عايزة ترجعي له برضو لو كان اعتذر؟ المهم لما قال لها نتطلق كرامتها وجعتها، بين قوسين الحمد لله، ده تعليق دينا عماد. وقالت له موافقة وعايزة حقوقي، قال لها مالكيش حقوق عندي، وكان أخد الذهب اللي جابه لها قبل ما يزعلوا الزعلة ديت. المهم اكتشفت ان هي حامل، لما اتصلوا يعرفوا باباه قال لهم ده حوار بقى، ما صدقهمش افتكرهم بيعملوا كده حوارات. فمامتها قالت له تعالى خدها لأي دكتور يكشف عليها، قال لها معيش فلوس لدكتور، قالت له انا هدفع وخدها واتأكد. لما اتصلوا بالعريس يعرفوه قال لها مش عايز منك عيال. بعدها راحت للدكتورة واكتشفت ان الحمل خارج الرحم ولازم ينزل. بعدها حاول يصالحها وقال لها هيجيب لها شقة تانية وتكلموا في الرجوع خلاص. في الاثناء دي كانت في زيارة لحد من عيلته، فالست بتقول لها انت مين يا حبيبتي؟ قالت لها انا مرات العريس ده. قالت لها مرات العريس ده كانت عندي من كام يوم. ومن هنا اكتشفت انه في الوقت اللي بيتكلم معاها في الرجوع راح اتجوز العروسة اللي هي بتعيط. كلمت كبير عيلته وحكت له، قال لها لو معاكي قايمتك اطلعي بيها على الاسم. وفعلا بدأت سكة القضايا. بعدها
نزل فيديو جوازته التانية، وبعدها بأسابيع نزل فيديو إنها حامل في التالت، وإنها لما سألت في السجل ما لقيتش جواز رسمي لجوزها، وعرفت من باباه إنهم اتجوزوا عرفي الأول وسجلوا الجواز رسمي قبل ولادتها. وفي نهاية الكلام قالت إنها ما صدقتش اللي حصل بينهم من عياط في الفرح والكلام ده، لأنها عارفة إنهم بيعملوا كل ده للترند والشهرة. الحاجة الوحيدة اللي مصدقاها الضرب اللي كان بيضربه لها، لأنه فعلا عصبي وطبعه الضرب. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. اما عن هيفاء وهبي فأدى اول تعليق من هيفاء وهبي بعد تحويلها للتحقيق في مصر. الخبر في الاربعاء 14 اغسطس 2024. بعد ساعات من الصمت ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على القرار الذي اتخذته لجنة الشؤون القانونية بنقابتي الموسيقيين والممثلين المصريين بإيقافها عن العمل بالغناء أو التمثيل في مصر. وشاركت عبر حسابها على انستجرام الآية القرآنية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، في إشارة إلى مكيدة دبرت لها. ويأتي هذا الإخطار الموجه للفنانة بعد أن أخلت ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي رغم حصولها على عربون التعاقد، ولإخلالها باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 17 يوليا رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، مما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل. وأكد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل أن الشؤون القانونية هي المنوط بها تحديد موعد التحقيق مع الفنانة اللبنانية وحضورها في مواجهة الشاكي، وهو ما سيتم خلال الأسبوع القادم على أقصى تقدير. وجاء في بيان نقابة الموسيقيين نص البيان على النحو التالي: إلى الفنانة هيفاء وهبي والأستاذ خالد التهامي مدير أعمال الفنانة، تخطركم إدارة الشؤون القانونية بنقابة المهن الموسيقية بأنه تم إيقاف منح أي تصاريح للعمل تخص الفنانة، وذلك حين الحضور إلى مقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 3 عصرا، والمسؤول للتحقيق أمام الشؤون القانونية للنقابة. يا ترى هتحضر ولا يحصل بعد كده؟ ما حدش عارف. سارة فوزي كتبت: لوس أنجلوس تلغي الملاكمة من أولمبيات 2028. هو في إيه؟ تحديث: اللجنة الأولمبية الدولية قررت الموافقة على قرار اللجنة المنظمة الأمريكية لأولمبيات عام 2028 بلوس أنجلوس، وأضافت الألعاب اللي أمريكا مكتسحة فيها أصلا، وهي كرة القدم الأمريكية، الرجبي والكريكيت واللاكروس والسكواش والبيسبول. مبروك لأمريكا بس بإذن الله، وإن أحيانا الله ناخد ذهبية السكواش. سالم عبد السالم كتب: الشعوب الأكثر تطرفا بين قوسين خطاب كراهية، نمرة واحد المصريين، نمرة اتنين الباكستانيين، نمرة تلاتة الكويتيين، نمرة اربعة الجزائريين، نمرة خمسة السعوديين. بس امتى؟ لما يكونوا داخل السعودية. طب الشعوب الأكثر تشددا في التدين، نمرة واحد الأفغان، نمرة اتنين العمانيين، نمرة تلاتة السعوديين بين قوسين برضو داخل السعودية، نمرة اربعة اليمنيين، نمرة خمسة شعب موريتانيا. الخبر ده غريب جدا. كان ام تحتضن قاتل ابنها وتطلب من القاضي العفو عنه اثناء محاكمته بالمنصورة. ايه الحكاية؟ بيقول الموقع: بينما كان السكون يعم ارجاء قاعة محكمة جنايات المنصورة أثناء جلسة محاكمة كركر المتهم بقتل نجل خالته، دخلت سيدة خمسينية ترتدي ملابس سوداء، ظلت تتابع سير الجلسة في هدوء تام، ومع ظهور المتهم خارج القفص لم تتمالك دموعها، وتحول هدوئها لانهيار. استطلبت من القاضي احتضان القاتل ليظن في البداية أنها والدته، لكن المفاجأة التي أدهشت الجميع أنها والدة المجني عليه. السيدة احتضنت قاتل نجلها وطلبت التنازل عن حق ابنها،
مشهد درامي شهدته محكمة جنايات المنصورة بعدما ارتمت السيدة في أحضان قاتل نجلها ليرتفع صوتهما بالبكاء، فهي لا تصدق أن نجل شقيقتها الذي تربى على يديها من صغره بعد وفاة والدته قتل فلذة كبدها وصديقه المقرب. لم يتوقف المشهد عند هذا الحد، بل طلبت السيدة من قاضي المحكمة التنازل عن الحق المدني وتخفيف الحكم على المتهم، الأمر الذي أثار دهشة الجميع. فكيف لأم أن تتنازل عن حق ابنها لصالح قاتله؟ وأجرت جريدة المصري اليوم لقاء مع والدة المجني عليه لمعرفة تفاصيل تنازلها عن القضية، حيث أكدت أن خلافا بسيطا نشب بين نجلها المجني عليه ويدعى حاتم سايس ونجل شقيقتها محمد 37 سنة وشهرته كركر سايس بسبب اختفاء مفتاح سيارة داخل الجراج محل عملهما، وتحول إلى مشاجرة وتعدى عليه بمشرط طبي وأصابه بقطع في الرقبة أودى بحياته. أضافت الأم أن نجل شقيقتها لم يكن يقصد قتل ابنها، خاصة وأنهما كان صديقين مقربين لبعضهما، كما أنها تولت تربية القاتل وأخوته بعد وفاة والدتهما ويعتبرها أمه ويناديها بماما. أوضحت أن الضحية والقاتل كان لا يفترقان أبدا وعلاقتهما وطيدة ولم تصدق عند سماعها الخبر، مؤكدة أن المتهم ظل حاضنا جثمان ابنها بعدما قتله ويصرخ بأنه لم يقصد ما فعله. واستكملت قائلة: ده ابني والتاني ابني، واحد راح مني ومش هسيب التاني يروح، أنا مسامحاه وزوجي مسامحه عشان ده ابننا ومتأكدين إنه ما يقصدش. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. نواري يا كنيستي نشرت الصورة ديت للقمص عبد المسيح بسيط، وهو بيقول عن فيديوهات ظهور العذراء بكنيستها بمسترد: تقوم الكنيسة ببحثها ودراستها بدقة شديدة من خلال فحص الكاميرات. طبعا العذراء ظهرت كتير في مصر، وكان من ضمنها ظهورها المبهر في كنيستها بالزيتون، قعد لمدة سنتين، تخيلوا سنتين تظهر في كنيستها بالزيتون. طوباك يا عذراء. ريهان فاروق نشرت الصورة الجميلة ديت وقالت: زينة فضلت مخبية صور ولادها عن الجمهور من يوم ما اتولدوا، راح محمد رمضان منزلهم في ستوري مع ابنه، بس سبحان الله واحد شبهها والتاني شبه احمد عز. انتوا رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. فري مايند كتب: فيديوهات الأجسام اللي انتوا فرحانين بيها قوي دي هتستخدمها إسرائيل في محكمة العدل الدولية وغيرها لإثبات انه من المستحيل التمييز بين المدنيين والمسلحين في غزة، لان كل الفيديوهات اللي عليها لوجو الكتائب طالع فيها ناس لابسة مدني وهم بيضربوا صواريخ، فهتطلبوا ازاي اسرائيل انها تفرق بين المدنيين والعسكريين؟ ايضا طبعا في مفاجآت في الثانوية العامة بعد اعادة هيكلتها، في كذا بوست اتكتب، لكن نشوف البوست ده مكتوب فيه ايه. تخفيض المواد لأقل من 15، علوم متكاملة بديلة للفيزياء والكيمياء، درجات اللغة الاجنبية الثانية والجيولوجيا خارج المجموع، ومواجهة لوبي الدروس الخصوصية في كل المحافظات، والقضاء على كثافات الفصول في جميع المراحل. طبعا الأخبار متضاربة ومفيش حاجة دلوقتي رسمية جدا. أيضا الإعلام: وزارة التربية والتعليم تصدر قرارات جديدة بشأن نظام الثانوية العامة، دمج الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي في مادة علوم متكاملة، إجمالي عدد المواد التي تضاف للمجموع في الصف الأول الثانوي بعد الدمج 6 مواد، اللغة الأجنبية الثانية مادة رسوب ونجاح لا تضاف إلى المجموع. المصدر قناة إكسترا نيوز. الألسن كتبت: هل تعلم أن الإعلامي تامر أمين خريج كلية الألسن قسم إنجليزي وأسباني؟ مفاجأة طبعا الكلام ده هو بعد تصريحه الغريب في
برنامجه لما قال: قولولي ايه في المواد الأدبية مفيد هذه الأيام؟ ايه الاستفادة من دراسة التاريخ 3 سنوات؟ بلاش شعارات، خلونا في اللي بيأكل عيش ويجيب تقدم. يدرس جغرافيا ليه؟ فلسفة ومنطق هيعمل بيهم ايه؟ اخره يدور يبقى مدرس. في خبر مؤسف نشرته جريدة الوطن: بلع لسانه وسقط في الملعب، معلومات عن ماجد هاني لاعب بلدية المحلة، حيث تعرض لحادث مأساوي خلال مباراة فريقه مع الجونة ضمن منافسات دوري النيل. وكان طبيب بلدية المحلة الدكتور رؤوف هودة أكد أن اللاعب حاليا في حالة جيدة بعدما تعرض للإغماء المفاجئ خلال مباراة الجونة رغم عدم شكواه مطلقا، وقال اتنقل للمستشفى والحقناه قبل ما يبلع لسانه، ودلوقتي في العناية المركزة وفي حالة جيدة بحسب تصريحات تلفزيونية للقناة الأولى المصرية. ولو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.